وسط مدينة كبيرة الناس هكتال ومنوضين روينا حلت عيني وسط مدينة كبيرة الناس هكتال ومنوضين روينا واسمع يا الواي شنو طاري في هاد المدينة ليلها طويل وشوارعها غابة ونهارها قصير وكتاروا فيه ديابة. صباح النور الإخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ حلقة اليوم صراحة أنا فايق، والله إلا فايق فايق الإخوان، وحق الله العظيم إلا فايق مصدوم. عرفتوا علاش؟ ما كنتش عارف أنني عندي هاد الجمهور الواعر بزاف لهاد الدرجة هادي. تخيلوا معايا، حتى الحلقة أقل من ساعة أكثر من 10,000 كومنتير، يعني 10,000 تعليق، شي حاجة بزاف ما عمرها وقعت لي، وأول مرة كتوقع وأول مرة كنعرف أنني عندي جيش في المستوى العالي. تحياتي لكم والله القسم، إلا كنبغيكم بزاف وعزاز عليا بزاف بزاف، لا يخطيكم. تاني حاجة اللي بغيت نقول لكم، أنني ما قصرتش في حقكم. وأشنو درت الإخوان البارح؟ والله ما نعست. شوفوا كيف فايق مقلوب، ما نعست حتى لشي 5 الصباح ولا 6. عرفتوا علاش؟ كيما نتوما كبرتوا بيا وحطوا لي دوك الكم الهائل تاع التعاليق، حتى انا ما عطاتنيش خاطري نعس ونخليكم بلا ما نجاوبكم. لذلك جاوبت اكثر من 13,000 تعليق قبل ما نعس. تخيلوا معايا الاخوان، عرفت شنو هي باش تجاوب سكا ماكس؟ باش تجاوب 13,000 تعليق والله ما سهله. شكرا لكم بزاف وتحياتي لكم، ولا لا يخطيكم. الفائز ديال هذه الحلقه اليوم اللي غادي نعرفكم به، يلا نوريكم الكوبلا عاد غادي نوريكم الفائز اللي فاز بها. ودابا انا راني بدلت حوايجي، اشنو غادي ندير الاخوان؟ غادي نمشي ان شاء الله دروك الطريق الى مراكش، نمشي نطبق الوعود اللي عطيتكم. غادي نمشي اول حاجه زكاماكس غادي نمشي اول حاجه غادي نخرج التصاور اللي هما اللي قلت لكم غيتعلقوا في الفوليرات نتاع الناس الفائزين. دابا عندنا 4 الفائزين واليوم غنزيدكم واحد، ومنين نتوما عجبكم هكا كونوا على يقين كل حلقه غادي ندير فيها فائز، لان عندنا اللهم بارك الكوبلات بزاف، يعني باقي اسماء بزاف. وملاحظه ان هذا الاسم اللي ستيتو صراحه هذا السيد اقسم لكم بالله العلي العظيم ما كنعرفو، ولكن عزيز عليا بزاف. عرفتوا علاش؟ اول حاجه ديما كنشوف الكونت ديالو كيتفاعل معايا، ثاني حاجه ديما تيحط زكاماكس تيحط تعليقات، ها واش هرس الصدفه الفوقانيه ديما كيقطعو نتاع الكاسكيطات كلهم مقطعين ليا. ثاني حاجه ديما كيتفاعل معايا. ثالث حاجة علاش فرحت أنه تستا؟ حيت تستا سمية عجبتني بزاف، هذه الأولى. الثانية أنه كيتفاعل معايا. الثالثة شوف أصلا الكونت ديالو شنو كاتب فيه، جيش عاشق الببغاء، وهذه شي حاجة كتشرفني أنه يكون واحد الإنسان كينتمي ليا وعزيز عليه أنا ودير كونت بسميت جيش عاشق الببغاء. تحياتي ليك، وكنت بغيتكم شحال هذه تربح. والإضافة اللي بغيت نقول لك أنك أشنو فزتي معايا انك غادي تجي لمحمية عاشق الببغاء عراضه مبرعه، نحطك فوق راسي ان شاء الله بحول الله مجانا، زائد ليك انت بالضبط هذا الجيش عاشق الببغاء، بغيت نعطيك احسن وليد ديال الفيشر حتى هو ديالك مع القفيص ديالو فاش غادي تجي عندي ان شاء الله. تحياتي والمشترك الاخرين ان شاء الله غادي نبقى معكم. لنا ملاحظه، هاد زكا ماكس زكا ولا داسر ماكس، هاد الملاحظه الناس اللي حطوا لي التعليقات راه اكثر من 13,000 تعليق، راه ماشي بمعنى ما عجبونيش الاسماء، اغلبيه الاسماء عجبوني، وان شاء الله الكوبلات الجايين، حيت دابا انا كنحاول نستي الاسم اللي بيجي مع الكوبله في الشكل ديالها، هكاك علاش كنستي هاد الاسماء، وكاينين اسماء بزاف عجبوني بلا ما نقول لكم دابا باش ما يحطوهمش ناس اخرين زعما باش يربحوا، غير بقى تحط نفس الاسم تاعك، لان ان شاء الله غادي نستي اسماء اخرين، وباقي كاينين كوبلات بزاف وببغاوات بزاف خاصنا نسميوهم، وغنخرج لكم طابلويات بالاسم ديالكم يبقاو معايا ديما في المحميه. تحياتي، واخيرا والله القسم الا كنشكركم على الدعم والتشجيع ديالكم، ولا لا يخطيكم وشكرا بزاف. وهذه هي اكثر حاجه اللي تقدر انت تساهم بها مع عاشق الببغاء، اشنو هي؟ هي هذا الشيء اللي درتو البارح، انهم التعليقات كثار الاخوان، التعليقات لان الخوارزميات اليوتيوب اول ما كيشوفوا الحلقات ديالي كيضربوا التعليقات بزاف، غيولي كيقترح القناه ديالي على في مناطق اخرى، وان شاء الله غنوصلوا 100,000 مشترك بسرعه ان شاء الله الا بقينا بهذه الوتيره. لذلك هبطوا حطوا لي قليبه، تفرقعوا القلوبه، فرقعوا الاسماء باش ان شاء الله نعاودوا نضربوا 13,000 حتى 20,000 تعليق ان شاء الله. شكرا لكم، يلا نوريكم الكوبله اللي فايزه مع الفائز اللي فاز بها. تحياتي، شكرا بزاف، ويلا ان شاء الله غنمشي لمراكش نطبع هذوك ونوريهم لكم، ويلا نهبطوا الفيلم دابا نوريكم الاشغال فين وصلات. شكرا. انا الاخوه اللهم بارك،
الكوبلات الفائزين مع صاحب الكوبلة اللي هو صاحب الكونت جيش عاشق الببغاء. الكوبلة ديالك ها هي، وغنصايبوا لها التصويره ان شاء الله فيها التصويره ديالك. والسميه اللي تسمات هي توماس اللي هو الذكر، هذا توماس الذكر قلنا توماس نتوا ياقوتا، احسن اسم اللي غادي يجي معاهم هو هذا. وشكرا لك، تحياتي لك. ان شاء الله انا غنمشي دابا نخرج لكم التصاور توماس ياقوتا. ودابا المتتبعين الاعزاء ديالي حطوا لي تعليقات الاحسن كوبلة هادي، انا كنبغيها الاخوان وعزيزه عليا بزاف بزاف بزاف، يعني ما تصوروش المعزه ديالها، يعني عزيزه عليا هاد الكوبلة. بغيت احسن اسم اللي يجي معاها، وكذلك صاحب هذا الاسم هذا غادي نخرج ليه تصويرته والاسم ديالو، غادي نعلقوا طابلو لهاد الكوبلة. يلا ننتظر احسن اسم تسمى بهاد الكوبلة، وصاحبها غادي يفوز معايا حتى هو بجائزه رائعه ان شاء الله بحول الله. تحياتي لكم الاخوان، يلا ونريكم الاشغال فين كاينه. اخوان واحد الملاحظه، نتوا راه بدات كتدخل العشه الاخوان، تطل فيه كتبقى هي قدام الباب تما شحال، وكتعاود ثاني تهبط، يعني قريبا غادي تدخل ان شاء الله. دابا يلا ونمشيو للفيرما نوريكم الاشغال اللي كندير فيها. هيا البوكوصه ديالي كتسناني نمشي لمراكش، غنرجع دابا من الفيرما ونشد الطريق لمراكش. البوكوصه ديالي عزيزه عليا. يلا الاخوان نوريكم الاشغال. وقبل من هذا الشيء هذا، بين ما نوصل نوريكم الاشغال، شوفوا معايا هذا السيد هذا، تحياتي له باش تفهموا بلي راه اغلبيه الحوايج اللي كنكون كندير انا هنا ماشي كنديرهم من راسي، كناخذ الافكار من الناس المحترفين تاع الميدان. يعني اي حاجه بغيت ندخل ليها، خصوصا دابا بغيت نبدا النحل، يعني بغيت ندير النحل ان شاء الله هنا، راه كناخذ التعليمات والمعلومات اللي بغيت نخدم عليه كناخذها من الناس المحترفه. تحيه للسي حسن، تحيه كبيره من هذا المنبر، السيد عزيز عليا بزاف بزاف وصاحبي بزاف بزاف، تحياتي له. نخليكم مع المقطع ديالو اللي توريني كيفاش غنصايب، وغنوريكم دابا فين غندير النحل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي كريم حفظك الله اخي الكريم، مبارك الله فيك وسدد الله خطاك ورحم الله والديك ويسر الله امورك. سيدي كريم كيف حالك؟ ان شاء الله تكون طيب، الامور بخير وعلى خير. تفرجت في الحلقه ديالك البارحه سي كريم، هذاك الشيء عندك ما شاء الله زوين تبارك الله. انا من المتتبعين الكرام، يعني المعجبين بالقناه ديالك، راك عصامي تبارك الله عليك ما شاء الله، الله يكمل عليك بالخير. وشفتك السي كريم غادي دير اول حاجه بعدا هذيك الزريعه غرسها، راه مزيانه لان غتنفعك في النحل ان شاء الله. الا درتي غيكون حبوب اللقاح كثيره بزاف، وغيعيش عندك النحل مخير بدون اكل ولا تغذيه، كما قلنا في نظام ابو سلمان لا تغذيه ولا علاج. هذا اولا، وباش ما كثرتي عندك في الفيرما راه مزيان. ثم وثانيا غادي تستافد منه بالنسبه للببغاوات ان شاء الله تعالى. بالنسبه للمنحله سيدي كريم، البلاصه اللي وريتي فوق حدا البير تما مزيان، دابا فوقت الدور ان شاء الله في الظهيره غادي توقف نتايا، وفين ما كان الظل ديالك غادي، فين ما كان الظل ديالك غادي، الا كان الظل ديالك غادي هكا هكا لهاد الجهه، يعني راه الشمس كاينه وراك، فهاد وراك هو الجنوب وهنا هو الشمال. اذا المنحل غيكون على الطريقه هذه كيف كتشوف، غادي يكون موجه للجنوب، الباب مفتوح للجنوب، وراه هنايا الشرق غادي يكون مسدود، والغرب غادي يكون مسدود، والشمال غادي يكون مسدود، والسطح غادي يكون مسدود. يعني النحل خصو يتظلل مزيان، ما توصلو لا شمس ولا شتاء، فهمتي؟ يعني الشمس فاش كتشرق راه كتجي من هنايا وكدوز وكتغرب هنايا، وتيبقى المنحل مضرك ديما الشمس دايزه قدام المنحل. فالمنحل ها هو كداير من الداخل، دابا انا مازال ما فيه والو، شتي درت انا البريك ودورته بالتلخت باش يكون العازل، يعني الا لقيتي دير الطوب كاع انت ديال الطرف راه افضل باش يعزل الحراره، لا تكون درجه الحراره مختلفه. الا كانت 50 في برا غتلقى لداخل شي حاجه قليله ناقصه 10 درجات ولا شحال. وهاد الكراسي سي كريم راه مزيان حتى هو ان شاء الله يكونوا باش نحل اعلى من الارض، ما يوصلش الارض، فهمتي؟ ما يوصلش الارض باش ما يجي ليه النمر وداكشي اعلى هذا. ومن بعد غنوريك ان شاء الله الطريقه كيفاش تخدمهم هادو. يعني الكرسي راه تحط حداه وحده حداه وحده، يعني خاليه حداه خاليه مزيين عادي، ماشي بحال الطريقه الاخرى كيحطوا وحده وبعيد على الاخرى بجوج مترو، يعني هذاك لا داعي له في النظام ان شاء الله، راه غيكون داكشي زوين ان شاء الله تعالى. اذا يكفي الان تعرف ثلاثه ديال الشروط السي كريم ديال المنحل. ثلاثه ديال الشروط هو يكون المنحل مغطى من الفوق ومسدود من الغرب من الشرق ومن الغرب ومن الشمال، هادو هما ثلاثه ديال الشروط، التغطيه والمصاد للرياح من هنا ومن هنا. هذا هو سيدي كريم، مرحبا، يلا تحياتي لك حفظك الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم سيدي كريم، احنا سيدي كريم باقي الاشغال ان شاء الله مستمره،
راه خدام في واحد الشلال هو اللي كان قاد دابا هذا البيرغولا راه مقاد يد لي شتي الماموني الفوق ها انت سيدي باقي ما تفيناش هذا الشلال ولكن راه خدام فيه ان شاء الله تعالى كان قادو مشاو الخدام وليت انا غير كنقد راسي شويه بشويه وصافي كيت خوا من تما مازال غنقاد لي دوك الجوانب هاد الجنب وهاد الجنب مازال ما تيدوز ليه الماء وغادي نضرك هذاك البارتي باش ما يبانش هذاك الخضار والسيمه كلشي غيتصبغ ان شاء الله تيتكبر معنايا كينتعوم البنيه ان شاء الله في الصيف وهاد الوسط هذا غندير فيه واحد الشجره ديكوراسيون وكيجي لي معنايا وكيتخوى في هاد الشارج حتى هنا غيتقدم هذا الدار فيه الاحجار الدار المحابق هنا وهنايا المهم حنا غادي ان شاء الله تعالى تزيد سيدي كريم حفظك الله ها انت سيدي ها هو الفرع ديال مملكة عاشق الباب بغا ان شاء الله تعالى فرع مملكة عاشق الباب بغا سيدي كريم الهادي ان شاء الله يكون هادشي عندنا حسن ظن الجميع ان شاء الله تعالى حفظكم الله سيدي حفظك الله سيدي كريم مرحبا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخي اخوان الاشغال فين وصلت طوب ها هو جبدو راه هو فين محطوط الهياتي تيجيبوه الدراري كيتحط هنا بيتنبني هذا الحيط هذا كامل هكا بيتبنى ابا ابراهيم تبارك الله عليك كيسول عليك الناس ها وليتي عزيز عليهم الله يحفظك انا الاخوان شفتوا هاد البلاصه هادي هي اللي وريتكم فين غادي نبني هذاك البيت نتاع النحل غادي يكون هنا وتما غادي يتزرع النوار الشمس في هاد البلاصه هادي كامله باش يعود يسرح فيه النمل النحل زعما عندنا ان شاء الله يعني في هاد البلاصه هادي تبارك الله عليك حتى ممكن شفتوا الاخوان هاد البلاصه هادي كلها غيطلع سور باش يتغطى هنا هنا كله حيط هنا غادي يكون النحل كي قلت لكم فوق هاد الدار هادي هاد البلاصه وهانتوما لقيت كيتنقى هنا كيتصايب حوض غندير فيه نوار الشمس شفتاه ها واحد الحوض طويل ها هو شفتاه هنايا كله غنديرو نوار الشمس باش النحل وقت ما بيسرح تيهبط ديريكت لنوار الشمس هنايا ها هو هاد الحيط هذا حتى هو كيتصايب على قود الساقيه باش ما باقيش يطيح فيها الزبل دابا باقي ما كايناش الشمس الشمس ما طالعاش هكاك على الشارج ما خدامش انا حتى هو كله غادي نزرعوه الاخوان يلا باش ما نطولش عليكم نشد ان شاء الله الطريق لمراكش حتى ندير داكشي اللي بغيت ندير ونرجع ونوريكم الاشغال فين وصلت هنايا ان شاء الله تحياتي تبارك الله على المعلم ديالنا الله عمر هدار الله يحفظك انتم الاخوان شفتوا هذا التوب هذا باش غطيت هنا كاين الحيط وطلعت هذا التوب هذا هنا ها هو جا حتى لهاد البلاصه ياك راه هو جبت عاوتاني توب اخر بيكمل كامل هنايا شفتوه راه فين كيتصايب بيمشي في هذا الحيط هذا كله هنايا ها هما العصيات فين طلعوا شفتوهم في العلو هنا كله غادي يتغطى باش الانسان كاع الا كان على برا هنا ما يبان ليه والو لداخل بحال هكا شفتوا كيف ندير له هذا كله غادي نكملوا وغادي يمشي كامل تما راه هو بنخليهم دابا يقادو نجي من مراكش ان شاء الله غنلقاه تقاد تحياتي انا الاخوان واحد المساله الناس اللي شحال من واحد حط لي تعليقات تيسولوني واش المنطقه فيها شي اوتيلات والمنطقه فيها البلاصه فين يجلس الناس غنوريكم واحد البلاصه الاخوان كاينه بيسين كاين اوتيلات كاين مطعم كاين يعني الانسان الا جا وبغى يبات ولا اي حاجه راه كاينين واثمنه جد مناسبه واضافه لهادشي نوريكم واحد الحاجه دابا نوريها لكم انتم غادي تشوفوا معايا الاخوان هاي شفتوا المنتجع السياحي شفتوه هذا كاين في الدخله قبل ما توصلني كتلقى هذا في الدخله ديال المنطقه ها هو واعر فيه فندق فين تعود تباتوا عائلي مخير نقي دابا ندخلكم ليه راه السيد صاحبي حتى يكون عندي وقيت وغادي ندخل ونوريكم ان شاء الله هذا الفندق هذا شي حاجه في المستوى فيه ابيسين فيه قهوه في الصيف تيكون روعه ها هو هذا مع الدخله قبل ما توصلني انا مع الدخله كتلقاه شفتوه يعني شي حاجه نقيه وزوينه هذا الباركينغ ديالهم هنا باركينغ اخرى تيكونوا قهاوي هنايا ولا فاج وكل شيء هذا كيتصايب الصفر الصفر هذا الشيء هذا كيولي هو غاسل السيارات هنايا هنايا كتجي كتبلاصي الاخوان شفتوه يعني منطقه سياحيه بامتياز ماشي هي عاشق الباب بغا فين غادي تفججوا غتجيو عند عاشق الباب بغا وتجيو تزوروا المنطقه انا نوريكم عاوتاني الاخوان بلاتي
الان الاخوان منطقه روعه. انا الاخوان مازال دابا راه بارد الحال، الشتوه هادي كتكون خاويه، الصفره ما تلقاش بلاصتك هنا في الطوموبيلات بعدا، ما تلقاش بلاصتك هنا في الطوموبيلات، الناس ديال برا المنطقه عندنا كتعمر بالناس ديال الخارج. انا السواق اللهم بارك منين ما دزتي كتلقاهم. هذا هو هذا الاخوان اللي كاين هنايا. هنا تيكون هذا الواد عامر فاش كيحمل، تيكون المنظر زين هنا، وتيكون الحوت كنجي نصيد الحوت هنا. انا السواق شفتو المنطقه الاخوان كي دايره سياحيه بامتياز، شتي في الصيف والله ما تلقى بلاصتك هنا. جيب الوليدات الصغار يعوموا هنايا، راه فاش يكونوا تيوردوا الناس كتكون الساقيه ناقصه، ولكن فاش ما تيكونوش تيوردوا كتكون طالعه للفوق، تيجيو الوليدات الصغار يعوموا في هذه الصغيره، واللي مويانين شويه تيعوموا في الكبيره. غنوريها لكم، هذا كله واد، هذا شحال كنا كنجيو تنعوموا فيه وكنصيدوا فيه الحوت في ايامات الصغار. هانتوما منطقه سياحيه بامتياز الاخوان، الله في الصيف تيحمقكم هنا. دابا نصورها لكم في الصيف وتشوفوا الناس وتشوفوا المنطقه كي تولي، والقهاوي كلشي كيخدموا، حيت القهاوي تيخدموا من الصيف للصيف، وكاينه قهوه نتاع السيد صاحبي هو دابا نوريها لكم تاع الحاج، كتخدم رسميه على طول العام. انا الاخوان السلام عليكم، انا الاخوان اللهم بارك. الله يعاون خالي، شي بخير. هاد الاخوه اللي هنايا راه كلهم قهاوي. اسمح لي، السلام عليكم. مرحبا تاع الاخوان، هنا راه كله كيكون قهاوي. هاي القهوة نتاع الحاج صاحبنا اللي قلت لكم شفتوها، هادوك راه شومبرات كيتكراو كاملين، هما تيكونوا بيوتا الذكرى تاع النهار ولا الليلة، هما الأرقام شفتوهم. هذا الحاج صاحبي دابا نجي عندو واحد النهار ندير عندو واحد الزيارة، وغادي نوريكم إن شاء الله هادشي كلشي ديالو، ومرحبا بالجميع. كيكونوا طواجن، الشواية، الماكلة، كيلقوا الفازور، كاين فين دوز نهارك مخير. هانتوما قهوة شفتوهم، هادو بيوتا كتكريهم تبات فيهم تجلس دوز نهارك. السيد هنا صاحبي بزاف، تنسالي وقيت قلت لكم دوكا راه حيت داز في الطريق، جيت هنا نوريكم بالخف، تنسالي وقيت ونجي ندير لكم شي فلوق واعر عنده ان شاء الله. شتو الطواجن، راه المنطقه كلها غاديه قهاوي من الراس للراس، وبيوتا لمباتا اللي بيبات في هاد البيوتا هكا في الصيف تيبات فيهم، واللي بغى الفندق راه كاين تا هو. تجي راه المناضل الحوانت كلشي اللي احتاجيتها. الساقية عامرة بالحوت شتاه، هاد الحوت في ايامات الصغر والله الا كنا كنصيده. انا القنت كينفركس، تحية للحاج ديالنا معلي في القنت اللهم بارك. ومازال هادشي كي قلت لكم دروكا غير الشتوى هادي، في الصيف والله حتى كتلقاو عالم اخر هنا، وهادشي كله كتلقاوه عامر، البيوتا ما تلقاوش بلاصتهم، ولكن بطبيعة الحال جيتو عند عاشق الببغاء يجي لكم بلاصتكم هنايا بالزربه ان شاء الله بحول الله، احسن بلاصه بتكون ديالكم. غنعزل لكم واحد البارتي هنايا كاملها بتكون هي نتاع الزوار ديال جيش عاشق الببغاء، بتلقاو بلاكه هنايا فيها عاشق الببغاء، وتلقاو غير الزوار ديالو اللي كيدخلوا لهذ المنطقه ان شاء الله بحول الله. يلا ما نطولش عليكم الاخوان، يلا نمشيو مراكش ان شاء الله، نطبع لكم التصاور نتاع الفائزين ديالنا، ونقضي شي اغراض عندي تما ان شاء الله، عاد نرجع نوريكم الخدامه ان شاء الله فين وصلوا. شتي بحال دابا هذه المنطقه نشدها لكم كامله تكون ديالت جيش عاشق الببغاء فقط، حيت نتوما عزاز عليا والله الا عزاز عليا، وحمرتوا لي وجهي بعدا حلقه البحث ضماتني. تحياتي لكم. فكرت واحد الحاجه بغيت نقولها للاخوان، بزاف د الاخوان تيصيفطوا لي، ولكن والله القسم سمحوا لي وحق الله الا كننسى هذه بارازار، تفكرتها دروكا غادي في الطريق ويطيح لي في بالي، حيت عندي واحد بنت الاخ ديالي سميتها جنة، وانا نتفكر هذا الاسم هذا. واحد السيد قال لي عافاك دوز لي واحد تيديكاس للوليدات ديالي،
وجيتي كاس من هذا المنبر هذا من عند عاشق الببغاء احسن برنسيسات جنه وجنات والكتكوت الصغير. اسمحوا لي نعاود نشوف التعليق لاحظتكم الاخوه الله الا نسيت. عندي واحد العقل عامر دغيا كان نسى. اسمحوا لي. المهم اكبر ديديكاس الجنه وجنات البرنسيسات الزوينين وديديكاس كبير لكتكوت. بغيت نشوف لكم السميه. ديديكاس كبير للسي عزيز الصغير لكتكوت الزوين الله يحفظهم لك والله يبارك فيهم ان شاء الله والله يطول لهم في عمرهم. واللي بغيت نقول للكتاكيت من هذا المنبر مرحبا بكم، اعتبروا محميه عاشق الببغاء راه ديالكم ودوك الببغاوات حتى هما راه ديالكم، وان شاء الله ما بعد الافتتاح راه مرحبا بكم في اي وقت. تحياتي وديديكاس للجنه الصغيره وجنات اسماء رائعه والسي عزيز الكتكوت الزوين تحياتي. واللي نسيتو الاخوان والله لا سمحوا لي راه كيصيفطوا لي بزاف الاخوان في الواتساب وفي التعليقات كيقول لك دير ديديكاس وراه كنسكرينيهم وكنخليهم عندي، ولكن والله فاش كنكون نشطون كننسى كيخرجوا من بالي. دابا انا غادي في الطريق كنفكر تطاح لي في بالي هكاك علاش دوز هذا ديديكاس هذا. وتحياتي لهم والله يحفظهم لوالديهم ان شاء الله الله يعاونكم. تبعوا معايا انا في الطريق لمراكش ان شاء الله بحول الله. واش عرفتي جلست في هذه المحميه وانا نسى راسي والله العظيم شحال هذه ما درتها مارش الطوموبيل ما بقيت لا كنخرج لا والو. ما عطوش 3 ايام 4 ايام 5 ايام وانا لاصقي في المحميه تما والحياه سعيده. نسيت انا المدينه نسيت الطوموبيل نسيت عايش غير تما. دابا هي الاغراض هما اللي خلاوني نهبط لمراكش، اما كون ما كانوا الاغراض ما عندي لاش نتفاوت انا على تما. تحياتي شي قضي اغراضي دغيا ونرجع نشوف الناس فين وصلوا. انا وصلت لمراكش الاخوان مراكش العزيزه. اول حاجه غادي نبدا بها قبل ما نمشي نقضي الاغراض وقبل ما نطبع التصاور اللي قلت لكم تاع المشتركين الفائزين غادي نمشي ندوز عند دونتيست صاحبي. تحيه لصديقي عبدو غادي نمشي يزين لنا الضحكه مادام القضيه ولات عندي في المملكه اللهم بارك هي الخضوره والطبيعه، لذلك حتى الابتسامه بغيت نمشي نردها خضره. تحياتي نحيدوا هذه الحموريه ونردوا الخضريه ان شاء الله بحول الله. يلا اول ما نسالي مع الدونتيست غادي نمشي نطبع التصاور ونمشي نقضي اغراضي ان شاء الله. تبعوا معايا تحياتي. تحياتي الاخوان الابتسامه الحمد لله هانتوما كي تشوفوا ولات خضراء في الوان الطبيعه اللي كاينه عندي في مملكه عاشق الببغاء. تحياتي الاخوان نمشي دابا نقضي غرض واول غرض غادي نقضيه هو غادي نمشي نطبع التصاور الاعز المشتركين. تحياتي لكم وما تنساوش راه باقي مسابقات كثار ان شاء الله بحول الله. يعني حطوا لي التعليقات وحطوا لي الاسماء الزوينين عاود ثاني لا تنسى شي واحد اخر في الكوبلان تاع السونكونيور اللي هي عزيزه عليا يعني خاصها تكون عندها شي اسم يكون رائع ان شاء الله حتى هو غادي يفوز معنا وغادي يكون جوائز في المستوى العالي وكل واحد شنو غادي تكون الجائزه ديالو. تحياتي جات معايا الخضوريه شكرا لكم. من بعد اللون الاخضر الاخوان كي شفته دزت عند اعز الاصدقاء ديالي احسن حلاقه كاينين في اصلي جنوبي ها كانت جانا من المنطقه عندي على قبل باش نحسن عند هاد الناس هادو كنخلي 7000 حلاق وكنجي عند الدراري صحابي. ثاني حاجه من بعد ما انتم طلعوا فيا في الحسنه داكشي ناضي هو هذاك الحسنه ومن مورا الحسنه كنجيو نتغداو معاهم انا. تبارك الله لاله حمزه الله يبارك فيك. انا الاخوان حسنه وغدا مبرع احسن حلاق في اصل الجنوبي مرحبا بكم. والبروميير حلاق راه عندي ثلاثه الدراري حلاق الله عمر هضر زكريا راه ما كاينش مشى للدار كاين السي عبد الجلال وكاين صديقي حمزه هو. شكرا لكم مرحبا بكم اصلي الله يحفظك تبارك الله عليك. يلا الاخوان تحياتي نضربوا معاهم هذا الكسكسو راه ما كناكلش كسكسو والله العظيم ولكن غناكلوا معاهم اليوم اصدقاء زوينين الله يحفظك اخويا عبد الجلال. أنا جيت لواحد المنطقة الإخوان هانتوما شوفوا أحسن دار كانت كتعجبني من الطفولة هادي واقعة فيها قصة. نهار درت الحلقة نتاع الإعتزال كنت صورت معكم عند الحلاق الصديق ديالي زكريا هو يشوف الحلقة الدري اللي ساكن في هاد الدار هادي ولد الشريف أنا تنعرف الشريف مزيان ما عليناش هو ما كانش تيعرفني أنا واش كنعرف الوالد ديالو وتنعرف خوتو وصحابي مزيان وكنعرفو حتى هو شخصيا ولكن هو ما كانش كيعرف بلي راه عاشق الببغاء تيعرفو. المهم جا عندي وجاب لي واحد الكادو نتاع الشوكولاط وقال لي اخويا عزيز عليا وما تعتزلش وكلشي ما عليناش الاخوان وكان طلبني قال لك لحفظك جيت دير عندي شي حلقه ومن طبيعه الحال يحصل لي الشرف انني نجي لدار الشريف لان في الطفوله هذا هو السيكتور نتاعي القديمه الاخوان هنا كنت ساكن حدا الجامع
يعني كنت كنتريني في هذا لاصال هذا عند الشريف عند الوالد ديالو كلشي، ولكن هو ما كانش يعرفني هكاك. عاش انا منين جيت لمراكش كنت وعدت قلت له والله تنجي وندير عندك شي حلقه، هاني جيت عنده ان شاء الله ونطلعوا نوريكم الدار. تبارك الله من صغري كان عزيز عليا الشريف، وهو مولوع من كبار المولوعين سنين، يعني انا باقي طفل صغير كنعقل على الوالد ديالو معمر هنايا طيور وحمام وعزيز عليه الطبيعه والحديقه، وانا نوريكم داكشي عنده تبارك الله كيفاش داير. تحياتي الاخوان، وصلت لاحسن منطقه قلت لكم اللي كبرت فيها في الطفوله، احسن دار كانت كتعجبني، وهو اكبر مولوع كاين عندنا في أصلي الجنوبي. تحيه للشريف ديالنا. مرحبا وليدي، مرحبا. الله يحفظك. هذا السيد هذا راه من الطفوله انا كنت كنجي لاصال عنده هنايا، ما عقلش عليا مزيان، ولكن انا عاقل عليه لان هذا راه تبارك الله من كبار المولوعين عندنا هنايا في أصلي الجنوبي. تحيه للشريف، ونوريكم المناظر نتاع الدار تبارك الله. فنان، عرفتي شي انسان فاش يكون فنان هو هاد السيد هذا، تحياتي له. الله يحفظك الشريف، الله يخليك. مرحبا. ها الصديق ديالنا الوليد. السلام عليكم. اللي اصلا هو ما كانش تيعرفني تنعرفو، ولكن انا كنعرف خوه الصغير وتنعرف الوالد وكلشي. تصدم هو نهار قلتها له. ويا انا المتابعين ديالك اخويا، وتنعشقوا القناه وتنستافدوا منها وبزاف تاع الحوايج اللي تولوا معاك. ومولوع كبير نتاع الحمامه، احنا غادي نطلعوا نشوفوا معاه ان شاء الله. اول حاجه نوريكم بعدا التجيه نتاع الدار تاع تحمق. اللي فنان راه فنان تبارك الله عليه. انا الاخوان شوفوا شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الجمال. اللي تعشق الجمال راه تيكون فنان من 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 التيبار ديالو. اي واحد كاين في أصلي الجنوبي بغى يتريني عند شي واحد اللي يكون مزيان وزين واحسن اصال، انا بالنسبه ليا كنفضلو يجي عند الشريف، حيت ماشي بالضروري لاصال، مول لاصال شكون اللي واش مزيان لا ما مزيانش. انا كنصحكم اللي بغى يتريني بعدا اللي كاين في المنطقه هنايا، جاو سولوا في الشريف. انا اخوان شوفوا تبارك الله. انا الاخوان جمال ما شاء الله. هذه التجيه، هلا اللهم بارك. وصديقنا عبد الله حتى هو، تحياتي. وانا الجليسه في الدخله ديال الباب ما شاء الله، الفن الفن اللهم بارك. ها هي دخلات الدار، شوفوا كي دايره، شوفوا الاكواريوم في الاستقبال والبوستيرات كيفاش دايرين ما شاء الله. شوفوا اخوان الجمال، شوفوا الفن، شوفوا اللهم بارك. فين ما نمشيو بلاصه نشوفوا عاد ندوزو انا الاخوان تبارك الله. شوفوا ها الاكواريوم، راه غادي ندير لكم اكبر اكواريوم ان شاء الله في المملكه قريبا، غنصيبو لكم بسم الله. شوفوا شوفوا الاخوان الفن تبارك الله. ها الابطال اللي دازو من هنا، وهنا الاخوان ما تلقاوش ما احسن من هاد لاصال فين تجيو ترينيو. هنا الاخوان اللهم بارك، كتريني وحدك الطبيعه. الدوشات مخيرين، شوفوا الاخوان على منظر، كتريني وكتشوف هذا المنظر هنا. شوفوا الحديقه الاخوان اللهم بارك. نهبطوا لتحت انا اللهم بارك. السلام عليكم. بارك الله عليكم الشباب. الخوت غتبانوا معنا في اليوتيوب هانيا. مرحبا. تبارك الله عليكم. والله الاخوه اللي كاين في أصلي والمسيره الاحباس اي بلاصه سولوا في الشريف، جيو عند الشريف. شوفوا تبارك الله.
اكثر من 1988. راه قلت لهم قلت لهم من القدام المولوعين بعدا وانت في لاصالتا هو تبارك الله. عطينا شي معلومات الا ما قلتهاش انا عطيهم. وراه كلشي قلت انت راه ولا صرو ولا السبور. الله يحفظك. كاين المسكيلاسيون كاين لابوكس وكاين الكيك بوكسين. بالنسبه لابوكس انا غادي ندير بلابوكس. تبارك الله عليك. كاين واحد الدري هذا هو بحال خويا تا هو تيدير كيك بوكسين. شويه الصوت باش تسمع ليها. المسكيلاسيون كاين المسكيلاسيون كي قلنا كاين لابوكس وكيك بوكسين. مرحبا بالجميع. مرحبا. واحد راه على الصال ديالكم. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. الله يحفظك. تبارك الله عليك احسن حاجه جمعتهم. دوزوني الفوق. لا خصك تدخل انت هنا تقاد راسك شويه راه عكستي. انا زيد واحد السبوست هذا الشيء. انا الاخوان مناضل الكونسوماسيون اي حاجه احتاجيتيها تشربها هنايا. هنا الاخوان تبارك الله. اللمسه الابداعيه. هاد دوشات اخرين غير دوك اللي وريتكم في الدخله ها هما واحد اخرين تبارك الله. كاينين عندنا ثلاثة دابا شفنا ثلاثة ديال الدوشات كيكون ديما الانسان انه يبقى البلاصة البلاصة ما يكونش الزحام والتهوية ضروري في لاصة دايرين هذاك الفوق دايرين فيه التهوية الموية تتكون تتبريني والطبيعة وحاس براس هادشي اللي كاين هما كلشي شافوا على عينيهم هانتوما شفتوا الدوش تبارك الله الاخوان شوفوا شفتوا الاخوان اللهم بارك وانا تيديروا فيهم بلاصتهم في سميتو بالفخور. انا هنا بالسيرف ديالك دير حوايجك سد عليهم وسير تريني بخاطرك واصلا بعدا اللي جا لدار الشريف حط انت فلوسك هنايا ما كاينش اللي يقيسهم لك. الحمد لله هادشي اللي كاين انا هادي مضمونه من عندي انا وبلا مرحبا اجي لهاد البلاصه فيها الضوء. ملاحظه الاخوان بعدا بغيت نقولها لكم هاد الحلقه هادي باش ما يشوفهاش بعدا يصحابهم اشهار ولا شي حاجه مدفوعه. هذا صاحبي وخويا بحال جاي لدارنا كنصور في دارنا. الله يحفظك هو دار لنا الضو يعني بحال جاي للدار عندنا راه كنصوريها في الدار عندنا يعني ماشي شي حاجه تاع الاشهارات وداكشي اللي بيحطوا ليها تعليقات. تحياتي لخوتنا العزاز. تحياتي لكم واصلا والله الا الشريف عزيز عليا قلت لكم من الطفوله هو ما تيعرفنيش وانا تعرفه مزيان. تحياتي. يلا دابا نكملوا لكم الاخوان. انا تبارك الله من هنا يلا شتي منين ما دخلتي عطى الله خرجت منين تخرج دخل من جهه وخرج من جهه اخرى احنا خرجنا في طبيعه اخرى تبارك الله. خرجنا للتوجيا. انا تبارك الله انا كنت يحمقني هذا الشيء في الصغر الاخوان ديما تندوز كنبقى نشوف هذه الدار هذه نشوفوا الحمام يلا نشوفوا الهوايه نتاع صديقنا العزيز هذاك الباط في الصوره ها لا داز تبارك الله الشريف راه فنان تيجي به الحاجات اللي فيهم البصمه شوفوا شوفوا تبارك الله الاخوان راه هكا غنرد لكم تنا المحميه قلت لهم ملي ما تزدوا تلقاو الديكورات شي حاجه تاريخيه وما ظاهراش سمعوا الحمامه هو تيتسمع من هنا يا الاخوان بسم الله هادي ها 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 اللي لقاني مع خوك شتيها ضروري هادي اللي لقاتني مع خوك الصغير راك هو نهار تلاقى معايا راه ما عرفنيش الاخوان نهار تلاقى معايا ما كانش عارفني تعرفو مزيان انا اصلا خوه الصغير بعدا شحال دوزت معاه بالجيتار موت حنا ديما تنقصوا نقصوا بالجيتار مع ياسين برا وبزاف الدراري صحابنا تحياتي يلا هضرت مع خويا وقال لي تنعرفك مزيان وقال لي راه تاكدت واحد الجيتار دوزنا بعدا واحد رمضان في واحد القناه كنا كنقصوا قناوه الجيتار كلشي انا كنحماق على الجيتار الاخوان هذه هي الهوايه الثانيه نتاعي تحياتي احنا الاخوان في المملكه ديال الصديق العزيز ديالي اللهم بارك ها الجلسه ديالو تيضل جالس قال لك هنايا نستوني مع الهوايه ديالو ما شاء الله شرح لي شي شويه في الحمام هذا تتسمى الحمام الفعل المراكشي هذا هو تعتبر من تراث مراكش الحمام تيكون صغير وتيكون الفرزه ديالو تيبقى غادي يدور فوق دور حتى تتغطى عليه السماء يعني تيغيب على العين المجرد او بياسة تبارك الله زوين عندك الله يسخر فيهم هضر شي شويه مجهد باش تسمع الاخوان كيف قال لكم هذا هو الفعل المراكشي
الحر ولا باقي شي شويه مخربق ياك؟ الحر انا نوريك الحر، الحر اللي نازل نيت مزيان تنقولوا حمام نازل الحر كاين عندي مراكشي 100%. انتم الاخوان ايه هيا واحد انت واحد كتجي انت وتكر هكا ياك انت وتكر عاد انت وتكر هما وبحال دابا الا باقي ما بنيت لهمش انا البراكات وداكشي ممكن ندير لهم قفز بحال هكا وتحط لهم هاتيك وتجي انت وتكر ما تطلقهمش. الا كانوا صغار راه تطلقهم عادي. اها الا كانوا كبار خليهم تطلع الاولاد. خليها تطلعوا الاولاد بحال هكا بارك الله. هادو شنو الفعل نيت هادو بطبيعه الحال؟ هادو دوريجين، هادو اوريجينال. هادو اوريجينال تبارك الله. هادو اوريجينال هادو هما اللي تيتمو طالعين دورهم فوق دور حتى تيغبر عليهم السماء. بحال دابا هاد الفرد هذا هو وحمامته طلقتهم من المناره بقاو فوق الراس بقاو غاديين 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 بواحد الصوره حتى غبروا فوق راسنا فوق ما كي تيطلعوا منقتين منقتين تبارك الله. الله يعطيك الصحه تبارك الله. راه حضور تقريبا شي 12 لواحد حضر لهم ومصور هادشي مصور نيت وحضروا لهم الناس. بلاد مصور الاخوان صديقي راه عنده قناه تقول لهم قناتك باش يدخلوا اللي يبغى الحمام ويتولع بالحمام. مرحبا بهم مرحبا بالجامع مرحبا بالجيس الجيس الببغاء وانا راه اول حاجه بعدا انا من جيس الببغاء. الله يحفظك عارف اللي كاين عارف اللي كاين. القناه سميتها كيف ما تعرفوا بانه حمام ما معروفش بزاف وكانوا الناس يسولوني على اسميت هذا الحمام وانا نسمي القناه سميتها اسميتو الفعل اللي كتب ASMETO غادي تطلع لي القناه. لا نحلوا المشكل نحلوا انت اكتب غتلقاو اول تعليق في هذه الحلقه اللي بنحط لكم اليوم اول تعليق هو اللي غيكومونتي غتلقاوني حطوا لكم انا الفوق يعني غنطلعوا الفوق كليكيو عليه ودخلوا عنده ديريكت. مرحبا بالجامع راه حنا راه كلنا خوت. الله يحفظك تبارك الله عليك. راه نكملوا نشوفوا لكم راه قلنا هذه حره وهذه حتى هي حره تبارك الله حاطه البيضات. حره حاطه البيضات تبارك الله. وتقريبا كسؤال مثل الوليدات هذه شحال تقريبا تيكونوا اثمنه ديالهم؟ دابا تيتقدر الثمن ديالهم على حسب الفرجه ديالهم. يقدر يوصلوا دابا الجوج اللي وصلت دابا حاليا في مراكش 1,080,000 ريال تبارك الله قدامي. تبارك الله. 1,080,000 ريال تبعت قدامي تبارك الله. يعني هذه شي حاجه حره مزيانه كتنقط. تتنقط الله يعطيك الصحه. تتنقط يعني تتغبر فوقك ما تمشيش طواله وتكون السرعه وما بيكونش ترخي الحمام يكون تضرب الضربات ضربات ضربات سريع بحال شي فهمتك. ما فيش يعني عندنا 1,800,000 مليون الجويجه. الجويجه تبارك الله. الفرد اللي تباع ب 7,000 8,000 درهم 7,000 8,000 درهم البياسه بياسه وحده. تبارك الله. وهذا راه من هوايه الاجداد تبارك الله. هادي راه نهار حلوا جدودنا عينيهم لقاوهم الوالد تاعي نهار حل عينيه لقى عند جدته. الوالد نتاعك تنقول لك انا طفل انا باقي 4 سنين ولا شحال عندي وانا انا عاقل على على الدراكر راه اللهم بارك. هو اللي كان عندنا في السيكتور يا خويا هو اللي باقي دارت فينا خير هاد الطره هادي بعدا تبلينا بهذا الشيء اللي كاين دابا هاد الهوايات الشريفه واحوا حمام الطيور. حيوانات كاملين تبارك الله. من عشاق الحيوانات كامل كلشي جميع جيب لي صباع دابا نربي لك. الله لقيتو تنربيه والله تنربيه. هادو فريخات هادو وليدات صغيرين هادو فريخات دابا هادو تيطلعوا حتى الوسط حتى الطواسط تبارك الوسط يعني النص تاع السما تنقولوا فهمتك باش نفهم. وهذا الفرخ هذا عازلو هنايا انتبهت ليه بانه البصقه ديالو فيها الخضوره كتعجب راه تريتيتو مزيان. الله يعطيك الصحه ديما تنتبه النظافه وتنتبه الامور في الارض اشنو اشنو اشنو, أشنو كاين واشنو خاص واشنو نزيد واشنو اهم حاجه شتي في التربيه عامه اون جينيرال الحيوانات كاملين النظافه. شتي الا كتسيق كتنقي الله ما عمرك تشوف المرض ولا تشوف الا كنتي ميتا كتخليه معليفات وهذا الشيء كله في الوسخ راه صافي النظافه من عندك نيت نتايا النظافه. اخوان نساليو هذه الجوله هذه وبلا نديرو لكم واحد الديسك من برا ان شاء الله نرجعوا للذكريات. انا تبارك الله براكه في المستوى تبارك الله اللهم بارك. وحميمات بياسات غزالين ما شاء الله اللي كاينين هنا داير نتاوي والشنابر يعني الفرع. انتم هنا كاين انتوات والوليدات الجداد الشنيبرات بحال هذا اللهم بارك. والاصل الحمام الفعل هو هذا الرمادة هما 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 هذا اللوين الرمادي. بالنسبه للبيوضيه هي ديك هي تفراف مزيانه. شوف تبارك الله وباش تعرفوا الاخوان النظافه والاكل نقي شوفوا الحمام تبارك الله كله كيبان لكم صحته زينه ونقي والفورمات ديالو مزيانه. شوف الحمام كله ناشط انتم كله ترونكين مزيان هذا الشيء كيعني ان النظافه والعنايه والاغذيه مزيانه متوفره اللهم بارك. هنا بالنسبه للذكور حمام الفعل المراكشي وهنا الذكور انا حبيت هذه الكلمه شتي منين قال لي الفعل المراكشي الحر صافي انا حبيت الحمام. شوفوا الاخوان بياسات اللهم بارك في المستوى
اللهم بارك ما شاء الله. تنحاول نصفي الجينات ونحاول نخدم في السلالة ونستمر باش تطلع دم دم حرة. تبارك الله عليك. 4 سنين 5 سنين 6 سنين 9 سنين كاين دابا اللي عنده هنا دابا 9 سنين بحال دابا الفرد هذا عنده 11 عام. تبارك الله 11 عام الإخوان. العام هو هاي القناة 11 عام الإخوان. وهانتوما وراه يا صديقي عبد الله هاي قناة صاحبي. كتبوا لي هذا الاسم هذا هو اسميتو غادي تطلع لكم القناة ديالو. راه عنده ما يقول تبارك الله خصوصا للناس عشاق الحمام يدخلوا عند هذا السيد غادي ان شاء الله تستافدوا بزاف. وها ها النتيجه والبياسات اللي عنده تبارك الله. وهذا الشيء راه حر الا جيت نسولوا على الثمن بيت تلقى تبارك الله بياسات ساويين الثمن. اللهم بارك. يلا الاخوان دابا غادي نختموا لكم بواحد التيسك نرجعوا للذكريات اللي دوزت مع الاخ ديالو ندوزوها معاه دابا هو تصنتوا لي على هذا التيسك هذا واش غادي يعجبكم. مرحبا يلا تحياتي. عيني وسط مدينة كبيرة الناس هكتار ومنوضين روينا. حلت عيني وسط مدينة كبيرة الناس هكتار ومنوضين روينا. واسمع يا الواي شنو طاري في هاد المدينة ليلها طويل وشوارعها غابة ونهارها قصير وكتار وفيه ديابة. حلت عيني وسط مدينة كبيرة وناسها كتار ومنوضين روينا. بارك عليكم الإخوان تحياتي. تحياتي من رب السلام. الله يلا نهار زوين دوزنا مع الصديق ديالنا بدلنا الجو النفسية ارتاحت الحمد لله. دابا يلا نكمل لكم الفلوق ان شاء الله وشكرا على النهار الزوين معك. شكرا للجميع وشكرا لعاشق الببغاء والجيش ديالو وتنتمنى لك كل الخير والتوفيق في الحلم ديالك. راه حنا تنحلموا معك. الله يحفظك. كاينين الناس تيحلموا معك والعكوبارينا كاملين ان شاء الله نوصلوا لك كلنا ان شاء الله. الناس كاينين تيحلموا معك ان شاء الله. والله حتى شي حاجه راه تيفرحوا لك. الحمد لله. الله يحفظك. الناس بزاف بحال هكا تيفرحوا لك ملي تتنصح. الحمد لله الحمد لله. الحلم ديالك راه الحمد لله ملي تتنصح وتتوعي الناس حتى هما تيزيدوا تما في الاحلام ديالهم وتتسهل التربيه تاع الطيور. الحمد لله. الحمد لله. هذا هو اهم حاجه. الحمد لله باش حنا تنحاولوا حنا نساعدوا الناس في الحمام بالفعل والهوايه نحاولوا نردوها بسيطه شويه ما نصعبوهاش. باش يعترف بك مولوع كبير حيت الاخوان راه مولوع كبير ولد مولوع كبير يعترف بك هذا الاعتراف شي حاجه كبيره وكنعتز بها وكنفتخر بها وتحياتي وشكرا لك بزاف. لا يخطيك. الله يعاونكم. عبد الله شي كلمه. عرفتك ليا. تحياتي. يكمل لكم بخير. امين. ان شاء الله يكون بخير. تنتمنى لكم كل فرح وبعد الوقيته اللي دوزنا كلها بخير وعلى خير. الله يحفظك. الله يعاونكم. تحياتي. انتم الاخوان شوفوا الطبوقيصات حالكم مربيين الحمام. شوفوا. بسبابك. هذا راه بسبابك بهذاك الفيديو تنتفرج في الفيديوهات لقيت راسي واحد النهار جاني واحد الطوير بحال هكا وانا نقول ليه عطيه ليا شديته ودرت ليه السرانك كي تتعامل مع الطيور. الله يحفظك شرف ليا. مستمر معاه وكانوا ديك الساعات فاش جبتوه كانوا غلاو القفوزه وانا نقول لهم يخليو عندكم القفوزه يعيش حر وانا نهضر معاه كي تنهضر معاك عرفتي اش قلت ليه؟ قلت ليه عيش حر غادي نحاول نتهلا فيك الا بغيتي تمشي سير ولكن انا غادي نحاول نتهلا فيك وبقى دابا تيطير مع الحمام نيت. شفتوا الاخوان والله الا كيطلقوا مع الحمام غادي قالها لي شحال من مره دابا الطوير هاد القصه اللي قال لكم هي اللي كان قال لي ونفسها هي اللي كاينه معاه انه الطير قال لك لقى القفوصه غالي قال لي غادي نتلاقاك انا وبغيت تعيش معايا مرحبا كيهضر مع الطير قال لي بغيت تعيش معايا مرحبا بغيتي تمشي بحالك سير دوكا هو كيطلق الحمام وكيطلق الطوير يطير مع الحمام حتى واحد النهار ان شاء الله غنصور لكم هذا الجو هذا. هاد الزياره اخوان صحابكم راه كان كذب عليكم شي حاجه الطير هو اللي كيهضر معاه قال له بغيتي تطير بغيتي تبقى تبقى هو في الزنقه. تطير كذا عادي جناح شفتوها الاخوان الزنقه هي الحريه والطير ما كاينش مولف و تيبغيه تنحبو تنعشقو تنموت عليه عطيني فيه 10 مليون ما نبيعوش. سمعوا 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 اشنو؟ لا المال تاع الثنين ما يديوش الحب الاخوان يعني ماشي بقات كالوبسيت هذا والله وتحت 10 مليون لا ديتيه والله لا تكال
الله هذا وانا عارف هذا الشيء وحاس به وكنعرفو كذلك واقع ليا مع ماكس ومع لارا ومع لارا والله واخا تجيب ليا دار تقول لي هاك خذها واعطيني لارا والله والله ما تديها راه انتم طبقيصه هو في الزنقه وبجناحه راه صحابكم ماشي بجناح ها راه هو طار عند مولاه شتاه واش بان هذيك لا ورينا المناظر راه نتحمق راه دار الشريف هذه يلا الاخوان باينه هاد الحلقه غتكون طويله عليكم ولكن نتوما اللي بيتو كتضلوا تبركوا عليا ديال ساعتين ثلاث سوايع وبلاتي بغينا حنا اللي بغينا الله يحفظك شرف ليا شرف ليا وصافي ندير لكم حلقه ساعتين الله يعاونكم اخوان درتها ومرش تحركت في حالاتي وعيط ليا قال لك لا ضروري ترجع نسيت مع تلفنا بالهضره داز نهار رائع صراحه معاه قال لك والو بترجع تجي واحد الجويجه مراكشيه واش مراكشيه ياك مراكشيه تستا انت يا مراكش الله يحفظك وهاد الجويجه غتكون عزيزه عليا الاخوان غنصايب لها شي بلاصتكم في المستوى ونتج حميمات مراكشيين جايين من دار الشريف اللي كانت عزيزه عليا شكرا بزاف لا تستاهل 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 كل خير لا يخطيك لا يخطيك الله يحفظك انتم الاخوان تبارك الله نشوفوا مراكش لا لا جويجه لا فرق لا 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 اخوان شوفوا بارك الله ما شاء الله الاخوان الله لا لا يخطيك والله لا شكرا الله يحفظك بارك الله فيك شوفوا الاخوان تبارك الله عطاني جويجه في جويجه بجوجهم جويجات مراكشيين وراه قال لي في السوق راه تقريبا تيوصلوا ما بين الجويجه ما بين 2000 درهم 2500 درهم الجويجه لا البيكان راه باينين صافي بلا ما طنتيهم تما وغنوريهم تنصايب لهم بليصه ونوريهم للاخوان يلا لا لا يخطيو شكرا بزاف ويلا نكملوا الحلقه الاخوان يوم داز رائع الحمد لله المعنويات ديالي الاخوان اليوم طالعه بزاف حس براسي في شكل والسبب ديال هذا الشيء كامل هما نتوما والله القسم الاخوان باقي مصدوم باقي لحد الان انا راه غادي راه باقي ما متيقش راسي باقي ما متيقش واش انا عندي هذا الجيش القوي الواعر لهاد الدرجه هذه والله مازال ما استوعبتها تخيلوا معايا حتى الحلقه في الساعه الاولى وهي حطيتها مشيت رجعت تصدمت لقيت 10000 تعليق 10000 تعليق ودابا الحلقه وصلت 15000 تعليق الحلقه انا مصدوم منكم الاخوان تحياتي كنبغيكم بزاف لا يخطيكم وشكرا بزاف وشتي الى بقينا مستمرين بهذه الطريقه كونوا على يقين ان شاء الله قناه عاشق البابا غتوصل 100000 مشترك بالزربه وبترفع ليا المعنويات لان صراحه انا محتاج ليها توصل 100000 مشترك باش نفسيتي تقاد لا يخطيكم وشكرا لكم بزاف واعتبروها كهديه كتقدموها دائما في كل حلقه لعاشق البابا هي اول ما كنحط شي حلقه اللي ما لقى ميكتب ولا شي حاجه كتحط ليها قلوبه وضب لهم على 20 30 40 50 توجهك انت واستطاعتك وان شاء الله راه غادي نوصلوا للقناه كيف بغيناها وخلاصه اليوم صراحه داز رائع قضيت جميع الاغراض اللي عندي الحمد لله ما تعكس ليا حتى غرض جيت لمراكش عرفتي حسيت بواحد الاحساس في شكل جاتني مراكش زينه وتوحشتها بزاف وتحيه للبهجاوه مع هذا المنبر ودوزت النهار قضيت الاغراض جبت معايا اهم حاجه جبت معايا لاكاجو وجبت معايا القرقاع وجبت معايا التمر هاد ثلاثه المكونات مهمين غنعود نقدمهم في المكافاه الباب بغاوات حتى نوصلوا نوريهم لكم هادو ما كنعطيهمش في الميلونج هادو تيبقاو معايا وقت ما كنضل عند الباب بغاوات كنبقى نعطيهم من يديا باش تيولفوني وكيرتاحوا ليا وهادي نصيحتي لكم يعني اي فاش كتكونوا مربي الباب بغاوات عود ديما حط ليه الاكل الرئيسي ديالو اللي هو المستنبات او الميلونج او الزريعه او داكشي اللي كتقدم للببغاء ديالك ديسير وما جوارهما وخلي ديما اللوز القرقاع اكاجو اي حاجه ما هادشي اللي كيعجب الببغاء عود هادو ديما خليهم عندك وقت ما كان الببغاء معاك وفي كتفك عود قدم ليه هادشي هذا قدم ليه اللوز قدم ليه القرقاع قدم ليه اكاجو غادي يزيد يحبك ويتعلق بك وتكون عزيز عليه وقت ما شافك غادي يموت يبي يجي على كتفك لانك عارف هو النتيجه انه كياكل داك اللوز اللي عزيز عليه ولا داك القرقاع يعني نصيحتي لكم الناس تاع الدريساج اللي كيبغيو الببغاوات ديالهم يتعلقوا بهم بزاف راه هكا كنتعامل معاهم هذا هو السر تعاملي مع الببغاوات اللي تخليهم تيبغيوني انا بهذه الطريقه انه ديما اللوز القرقاع اكاجو والفواكه الجافه ما كنقولكش تشري بزاف ولا شري طون باش تبقى تقدم لهم ما كتعطيش في الميلونج الميلونج كتعطي عادي المستنبات عادي الفواكه عاديه الخضره كذلك وهذا كتخليه معك وقت ما كان الببغاء فوق كتافك او كنتي كتلعب معاه عطيه اللوز وعطيه لاكاجو
اخيرا نختموا الحلقه. الغرض الاخر اللي قضيت الاخوان هو انني جبت لكم تصاوركم للناس الفائزين اللي فازوا معايا. ها هما، سمحوا لي نوقف كاع باش نوريكم مزيان. نوقف ونوريكم انا الاخوان. الغرض الاول والرئيسي اللي داني لمراكش هو صايبت لكم الطابلويات. كل مسرح فيه بابا غيكون معلق فيه هذا الطابلو. هذا ها انتوما عنتر وعبلة، هذه الكوبلان تاعت الكاسكو، المعلومات عليها هما كاملهم، زائد اللي سماها مومو جبري. تحياتي لك من هذا المنبر. الفائز الثاني تا هو هو الطابلويات، راهو ما عندي في الدار خديتهم، فيه المعلومات نتاع الاكليكتوس كامله، وفيه السميه روميو وجولييت ليستيتي، زائد السميه ديالك مارياج لوف غتبقى ديما كاينه هنايا. وتحياتي راكم رابحين. زائد الرابح الثالث اللي كاين معانا اوسكار وبيلا، احسن كوبلان تاع الكابونين مباقيا، اللهم بارك زوينه فيهم، بالمعلومات نتاع الكاسكو اللي غتحتاجو، زائد الاسم تاع الفائز إلهام زاهدي. تحياتي لكم الاخوان. عاد عندنا دابا فائز رابع، يلا غادي نصايب ليه البوستيره ديالو. واليوم بيتزاد فائز خامس الاخوان، وعرفتي شكون ابار اللي عطيتكم في المقدمه نتاع الكوبلا ديال سون كونير. كاين دابا الجديد اللي هو احسن حاجه وقعت لي يوم. تحياتي لاعز الناس شريف ووليداتو كاملين، تحيه كبيره من هذا المنبر. وصراحه يعني شرف كبير لانه واحد فرد من افراد جيش عاشق الببغاء يعطيك واحد الكوبلات اللي الثمن ديالهم ساويين ما بين 2500 درهم للكوبلة، 2000 2500، يعني دابا هاد ربعه البياسات 5000 درهم، وهذا هي فرد من افراد جيش عاشق الببغاء. اقسم بالله لا، تحياتي وشكرا لك، وعرفتي وحق الله العظيم من هذا المنبر انا كنحب دابا هذا الكوبلا. كونوا على يقين الاخوان، الى ما عزت عندي دابا بحال ما عزت ماكس ولارا ودوك اللي كنبغي، يعني هذا الكوبلا عنده واحد المعزه كبيره ليا. ومن هذا المنبر والله القسم، واخا تعطوني الاخوان 10 المليون في هذا الكوبلا، والله لا داها شي حد، غتبقى معايا ان شاء الله في المحميه خالدينا، ونشوف ولادها ان شاء الله بحول الله. ومن هذا المنبر لدرجه ما عزتها هذيك الكوبلا، راه هي اللي كتشوفوها الاخوان، باش يبقى ديما اسم الشريف يبقى معايا في المحميه. الذكر غادي نسميه الشريف، وانتوا غادي نسميها بهجاويه، لان هاد الكوبلات باش عجبوني عاوتاني وحبيتهم اكثر، انهم بهجاويين ولاد مدينتي. اذا الذكر الشريف وانتوا بهجاويه. وبتبقى لينا كوبلا اخرى هنايا ما مسمياش، غنخليها لكم نتوما، وكتبوا لي سميت الكوبلات الحمام باش ما يتخربقوش لينا الاسماء نتاع الاول اللي درت لكم في المقدمه مع نتاع هادو قولوا لي سميت الكوبلات الحمام الهاديه من شريف، ها السميه وها السميه، باش انا نسكريني ديك السميه اللي بتعجبني اللي بتجي مع الحمام، ماشي بيروكيات، اللي بتجي مع الحمام. وستيت هذاك الفائز غتكون عنده جائزه حتى هو رائعه ان شاء الله بحول الله، وغتكون بوستيره ديالو بحالها بحال جميع المشتركين اللي فازوا، غتبقى خالدينا سميتو معايا في المحميه. يلا وتصاور هادو غيكونوا حتى هما، يعني يلا واحد كوبلا انا سميتها انا شخصيا اللي هي الشريف والبهجاويه، وكوبلا اخرى سميوها لي انتم الاخوان. تحياتي لكم الاخوان، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم. واخيرا نمشي ان شاء الله نوصل هاد الحميمات بخير وعلى خير، لان خصني نمشي ندبر ضروري دابا نشوف فين غادي نديرهم شي حاجه اللي نديبانيهم بها تنبني لهم براكة على حقها وطريقه ان شاء الله بحول الله. تحياتي الاخوان. بلاتي راه واحد الحاجه يلاه تفكرتها دروكا، حتى انا ما قصرتش في حقكم الاخوان، راه والله العظيم يا درت جهدي وبدت البحث هران. تخيلوا معايا شنو هي 15000 تعليق في ساعه ولا ساعتين، ونبقى كنجاوبهم كلهم، اقسم بالله الا قريتهم كاملين، ماشي كندوز غير هكاك، والله القسم الا واخا يكون بنادم كاتب حتى 10 سطوره، والله القسم الا تنقراهم كاملين، يعني قريت جميع التعاليق ديالكم اللي هي 15000. جربها دابا انت باش تعرفها، صعيبه بزاف، جرب دابا انت تدخل الى هذه الحلقه ديالي وهبط لدوك التعاليق وحاول هي تقراهم بلا كاع ما تجاوب عليهم، حاول هي تقراهم، شوف شحال بيديو لك الوقت وشوف شحال صعيبه، والله ما تقدر تساليهم. 15000 تعليق وانا راه جاوبتهم كاملين الاخوان، يعني راه درت ما بجهدي ما مساليش، وكنضل كنجري، ولكن بالليل فاش كنمشي في عواد ما نرتاح الناس كنبات سهران نجاوبكم انتوما هما الاولين، حسن ليا من الناس. احسن منظر عزيز عليا الاخوان شتو
فين كاينه محميه عاشق الببغاء؟ راه هي قريبه من منظر الجبال. شوفوا الجبال اللهم بارك، كاين كاع المنطقه كامله فيها جبال ومناظر رائعه اللهم بارك. تما كاينه محميه عاشق الببغاء. دابا بيني وبينها 30 دقيقه ان شاء الله، لا ما كملاش 20 دقيقه ان شاء الله، حيت كنمشيو هنايا بشويه الاخوان فهمتوا، يعني ب 80 ماكسيموم 85 القانون، يعني بقات لي 20 دقيقه ما كملاش. راه هي المملكه قرب الجبال. انا وصلت للمحميه العزيزه، اول منظر لقيته الاخوان. شوفوا 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 دوك السمانات في مجموعين بحال في هذيك الطويصه كاملهم. شوفوا هما بيخلعوهم هادو وبيحيدو، بدا تحيد هذيك النتوه باش تشوفوهم. شفتوا واحد المنظر راه كاع مجموعين تما، هما بداو تيخرجوا بلا ما نبرزتهم. ها الليل هذا راه جيت شعلت عليهم الضو، ما شفتوه انتم هاد ظلام الحال. دروك حيت المفاجاه اللي كاينه الاخوان هو غدا ان شاء الله غادي نطلع لكازا باش نجيب لكم ببغاوات جديده ان شاء الله نزيدوها معنا في المحميه هنايا. لذلك خصني نوكل الطيور كاملهم دابا ونشربهم ونوجد دوك الكوبلات نتاع الهديه الرائعه نتاع الحمام، نصايب لهم قفصاهم ونحط لهم ماكلتهم وشرابهم وكل شيء، وندور على المشريبات كاملهم والماكله ونحط لهم بالدوبل، يعني غندوبل لهم الماكله لان غدا غنغبر عليهم كاملهم. هكا كاش بالليل دابا شعلت عليهم الضو باش ان شاء الله نوكلهم كاملين. انا اللي جبت معايا هتصور ها الحميمات، وصلوا في امان الله الحمد لله. تحية للمشتركين الفائزين معنا، وهنا اللي جبت معايا عاوتاني المكافأة. هذا لاكاجون فرتت كنخلطو مع الكروكيت كنعطيه الببغاوات، هذا القرقاع تاهو فرتت كنخلطو مع الكروكيت كنعطيه الببغاوات، وهادو أنواع التمر. هاد التمر ملاحظة، هاد التمر هذا داك اللي كي مول الهري فاش تيبي يبيعو منين صافي تيبس ليه بحال هكا تيولي يابس بحال هكا ما تيبقاوش يبغيوه الناس. هذا هو اللي كنمشي نجيب انا من عند مول الهري كنعطيه الببغاوات، هانتوما نقيو مزيان ناكلو هنيت حنا دابا هنيت ها هو شتا ناكل هنيت، يعني تمر مزيان وهو اللي كنجيب انا هانتوما كنقدمو الببغاء. وهذا حتى هو داك اللي كيبس ليهم تيكون هذا معسل، ولكن ملي كيبس ما باقاش كيشريوه الناس، كنجيبو انا كنقدمو الببغاء هانتوما مخير وقاصح ومزيان وناشف. هانا هذا قاصح هي شويه ماشي قاصح بزاف، وهكا كيعجبهم هما. شتو كي داير نقدمو الببغاوات، تحياتي نمشي دابا ندور عليهم كاملين، نحط لهم الماكله والتيسير وكلشي مضوبل، حيت غدا ان شاء الله الصباح بكري غادي تكون حلقه جديده الطريق الى الدار البيضاء ان شاء الله بحول الله. ها هما كلهم جيت لقيتهم في امان الله بخير وعلى خير الحمد لله. هنا الاخوان ها هي الكوبله راه كتدخل 20 توره داخله بيروشات، نشوف واش في امان الله. تا هذيك داخله حاضنه على شغلها، اغلبيه الكوبلاج داخلين نتاو حاضنين على شغلهم. ما شاء الله كلشي بخير وعلى خير الطيور في امان الله، يعني خاصني ندور عليهم الماكله بزايد وبخير ان شاء الله الحمد لله. غنمشي عند الدياموند تا هما نبدل لهم ونوجدهم. يلا تهلاو فراسكم الاخوان، نكتفيو بالحلقه الاخوه اليوم هنا، نتمنى تكون عجبتكم. تسناو ان شاء الله الفلوق ديال غدا، غير نوكل الطيور غادي نطلع نرتاح واحد ما غنرتاحش اصلا، باقي بغيت نمشي نجاوب على التعليقات ديالكم وبغيت نصايب لكم هذه الحلقه هذه، لان انتم الليل يلا غنطلع نصايبها واليوم بالليل غنحطها، والصباح فاش نكون شاد الطريق للدار البيضاء ان شاء الله غنحطها لكم الصباح بكري. تحياتي الله يعاونكم. ها هما الاخوان احسن حمامات ديبانيتون بلاصتهم، ها هي كوبلا الشريف والبهجاويه، صايبت لهم فين يبيضوا، درت لهم الماكله ديالهم، درت لهم تاع الماء ديالهم، ها هما في قفيص في امان الله دابا بين ما نصايب لهم بلاصتهم. كذلك الكوبله اللي كنتسناكم تسميوها باش نصايبوا لها التصوير تاع مولاها يفوز، هي هادي هي، سميو لي شي سميه تكون زوينه ليها. ها الماكله حطيتها، ها الماء، راه هي فين يبيضوا،
وهما في امان الله دابا بين ما ان شاء الله نصايب لهم بلاصتهم، هما يبقاو هنايا في المنظر الطبيعي تما غنخليهم الاخوان تنقد لهم ان شاء الله المكان ديالهم. انا اللهم بارك الهايا سانت وكوكاتو عيد النخيل، هما الخاتمه ديال الحلقه مع النمبر 1. تحياتي.